فكرة غياب المراية مش شيء سهل أبداً، يعني معنى كده إن ممكن ده يأثر بالسلب علينا، لأن الثقة في الفترة دي أو في المرحلة أو في الأمر ده هتكون مصدرها الناس المحيطين بينا، يعني ملامحنا، شكلنا، لون عينينا، شعرنا، كل ده إحنا مش هنقدر نحدده، لكن هنقدر نشوفه في عيون الناس اللي موجودين حوالينا. طب ما ممكن الناس دول يضللونا، يعني ما يقولوش الحقيقة. ما هو التقدير ده نسبي وبيفرق من شخص للتاني وتبع أهواء كل واحد واللي جوه كل واحد بقى، وانتوا فاهميني. فكرة غياب المراية خلت أسئلة كتير زي ما قلت تيجي على بالي. هنشوف ملامحنا ازاي؟ هنشوف نفسنا ازاي؟ هنعرف مظهرنا عامل ازاي وهيئتنا؟ يعني معنى كده خلاص هنعتمد، لو اعتبرنا ان المراية غابت عن الحياة، ان الناس اللي حوالينا هم العيون اللي بيعكسوا الصورة بتاعتنا. طب انا بعتبرها ليه امر افتراضي؟ طب ما هي دي الحقيقة. طب ما هو ده اللي بالفعل بيحصل في حياتنا. احنا كتير مننا عايش حياته كلها بياخد صورته من عيون الناس اللي حوالينا. هي المراية دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن عاكس للصورة. كتير مننا بيبذل مجهود اكتر من طاقته علشان يشوف التقدير في عيون الناس المحيطين بيه. مش بيعيش زي ما هو عايز، ولا بيفكر زي ما هو عايز يفكر، ولا بيرسم لحياته البلان اللي هو نفسه اللي عايزه. بيعمل كل حاجة عشان يرضي كل عين حواليه. وطبعا زي ما قلت كتير بيوجهونا غلط، وكتير بيبقى عندهم الأنانية إنه عايزين يسعدوا نفسهم بينا. وهنا التوهان اللي بيحصل، حالة من عدم الاتزان وعدم الرضا بتقابل كتير مننا، لأنه مش لاقي نفسه، مش لاقي مرايته، مش عارف إن التقدير لازم يكون من ذاته مش من الناس اللي حواليه. وعشان كده بنبذل مجهود كبير جدا في المظهر الخارجي اللي يرضي عيون الناس اللي حوالينا، اللي احنا اعتبرناهم دلوقتي ان هم المراية اللي موجودة في الحياة. كل حاجة في حياتنا اترجمت بالشكل ده. أقنعة عمالين نلبسها، قناع ورا قناع ورا قناع، علشان نظهر بشكل معين كأننا في حفلة تنكرية، لكن مفيش حد فينا بيبان بشكله الحقيقي. وده اللي خلى حالات الاكتئاب وحالات التوتر وحالات القلق وحالات الانتحار اللي بتحصل، لأن كلنا تايهين، كلنا مش قادرين نشوف نفسنا. احنا عمالين نشوفها في عيون الناس اللي حوالينا وهم بيضللونا. ويفضل السؤال، ممكن تبقى الحياة من غير مراية وإن الناس تكون بديل المراية؟ احنا دايما لما بنقف قدام المراية بيبقى فيه ظاهر وباطن. يا ترى كم واحد فينا بيقدر يشوف الاتنين مع بعض، الظاهر والباطن؟ وده اللي بيطلق عليه الشخصية السوية، لأنه ساعتها بتوجه نظره للمستخبي، للي محدش شايفه إلا هو. احنا هيشاركني الحوار الدكتور سمير غنيم، استشاري
أستاذ الإدارة بأكاديمية الشرطة. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ الدكتور سمير غنيم، تسمح لي يعني أقول لحضرتك سؤالي، إن المراية لو غابت عن حياتنا هل ده من الممكن؟ حضرتك ذكرتي في المقدمة كلمات أسعدتني لصدقها، ألا وهي الشخصية السوية. ربما الغالب مننا لا يدرك يعني إيه الشخصية السوية، ودايما لما بنتكلم على سوي أو غير سوي، أنا ما بتكلمش على مجنون أو غير مجنون إطلاقا، بالظبط، ولكن الشخصية السوية هي التي تصدق باطنها حاضرها، بمعنى إني دايما بتعامل بحقيقتي أنا، وده الفرق بين الإنسان بيعكس عكس ما يبطن. إيه الدليل على الكلام ده؟ جيمي كرايتشن وهو أحد الباحثين في مجال علم النفس أطلق على الكلام ده، قال لك صدق الضمير. لو كل إنسان فينا منذ التنشئة الاجتماعية وهو صغير أنشئ على صدق في حياته، هيتعامل ظاهره كباطنه. لن يكون هناك بعض من الناس اللي هو بيظهر شيء وفي باطنه شيء آخر. طيب ده يتحقق إزاي؟ صدقي مع نفسي لازم إني ما يشغلنيش الآخر. ربع العدوية قالت كلام جميل، قالت رب اجعل ما بيني وبين العبد دمار، واجعل ما بيني وبينك عمار. لو استعتدنا الصدق في حياتنا ظاهر وباطن هنكون شخصية سوية. وعلشان أحقق ده المفروض ان بنقول للوالدين ربي ابنائك، عوامل التنشئه الاجتماعيه السليمه في البيت، ما ينفعش ان انا اعوده على كذب باطن، ما ينفعش ان انا اخليه يتجمل ليظهر عكس ما يبطن، بل بالعكس تماما. بما اني مؤمن بالصدق والصحيح في حياتي اعمله بصرف النظر عن الاخر. في بعض الأحيان دكتور قال لك إن سمير، المجاملات مطلوبة. دكتور سمير، يعني هل غياب المراية عن الحياة لو احنا اعتبرناها انه امر يعني ممكن ان هو يحصل، هل ده ممكن يأثر على الثقة بالنفس للأفراد؟ طبعا هو بيبقى قدام الآخر حاسس إن هو بطل، في واقعه لما بيختلي بنفسه بيشعر بضعف شديد، وده ممكن يسبب أمراض نفسية لا حصر لها، على رأسها الانفصام، انفصام الشخصية، خلاص هو عايش بشخصيتين. وليه اللي يسبب لي إن أنا أكون إنسان ظاهري شيء وباطني شيء؟ ليه ما أعتادش إن أنا أكون إنسان طبيعي؟ طول ما أنا بتعامل بمصداقية المفروض ما فيش خوف من الآخر، بالعكس أنا هتعامل مع الناس بطبيعتي. هو ما يحملنيش أعباء نفسية ممكن تظهر في ذلات اللسان، ويظهر شكل وحش، تظهر في أحلام يقظة وتظهر شكل وحش، لأن العقل الباطن مسيطر في بعض الأحيان. فأنا رأيي من رأيك لابد من الاستغناء عن المراية، إلا إن كانت المرآة هنا شخص موثوق فيه يصدقني الحديث، يكون دايما صادق معايا. الشاعر بيقول وأرى في سيئاتي كأني لا أرى، وأرى محاسنه إن لم تكتبي، وبالتالي هيديني انطباع حقيقي عن نفسي. ده الصديق المطلوب يكون مرايتي. أما لو مرايتي ذاتية أنا هعتاد على الصدق، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الصدق الكذب منجي فالصدق أنجى. إذا هنا نهانا الرسول عن المرآة السيئة، عن مرآة الزور. دكتور سمير، فكرة الناس اللي ما بتقدرش تشوف ذاتها دول ممكن نقول عليهم إيه؟ أو للأسف يتحطوا الشديد هو إنسان تحت مسمى إن ده مرض؟ مرن؟ أي ما أعتقدش إطلاقا، بالعكس تماما، هيفضل الإنسان ده طول عمره بيعاني من مشكلات نفسية، بيعاني من ضيق داخلي، وزي ما قلت لحضرتك ده بيسبب أمراض على اللونج ران، على طول المدى بيسبب له أمراض نفسية. لازم الإنسان يعتاد إن هو يعيش في الوعي وغير الوعي،
بمصداقية واحدة وبسيمترية واحدة في حياته. هو ده اللي احنا عايزين، نوصل له في ساعة مع نيبال، ازاي يبقى فيه مرآة الذات. دكتور سمير بشكر حضرتك وبشكر وجودك في ساعة مع نيبال. على الرحب والسعة. زي ما قلت لحضراتكم، والدكتور سمير كان لينا شرف بالمداخلة اللي يعني شاركنا الحوار في موضوع المراية النهاردة والترابط الاجتماعي، ان في مشكلة كبيرة معظمنا بيعيشها، وهي فكرة المظهر الخارجي اللي احنا بنحاول دايما نظهره للناس اللي حوالينا، علشان زي ما قلت وبعدها تاني، ان احنا ناخد ودهم او رحمتهم او تقديرهم. كل حاجة بقينا بنعملها في حياتنا مش عشان ذاتنا، مش عشان تسعدنا احنا، مش عشان تحقق لنا احلامنا احنا. احنا عمالين نرضي ونسعد ونحقق أحلام الناس المحيطين بينا، وده بيخلينا دايما تعبانين، لأن دايما تايهين من نفسنا ومش عارفين إحنا رايحين فين. وتلاقي كلمة شهيرة جدا كل الناس بتقولها أو معظمنا: أنا مش لاقي نفسي، أنا مش راضي عن حياتي، أنا مش مبسوط من اللي أنا بعمله. وفي نفس الوقت خايفين نعبر، خايفين نتكلم، خايفين نلبس اللي احنا عايزين وحابين نلبسه، خايفين نعرض افكارنا او ارائنا اللي احنا مقتنعين بيها، اصل ممكن الناس اللي حوالينا يتهمونا باتهامات معينة. كل حاجة حولناها لمظهر خارجي، وسيبنا الحاجة الأساسية اللي المفروض انها تكون موجودة جوانا عشان تزود الثقة بنفسنا وتخلينا نقدر نكمل طريقنا. بنمسك الكتاب عشان يتقال علينا مثقفين، مش عشان احنا مثقفين. السبحة عشان يتقال علينا متدينين، مش لأننا احنا متدينين. فكرة المراية ووقوفي قدامها، زي ما قلت بيبقى فيه ظاهر وباطن، حاجة منهم ممكن تغلب على التاني، والأكتر زي ما قلت الظاهر، يعني حاجة من الاتنين، وقليل قوي اللي بيقدر يجمع بين الاتنين، وده يتحط تحت مسمى سوي، إنسان سوي. حاجة منهم بتبقى ظل، بتبقى هامش، والأكتر اللي بتغلب وتسيطر المظهر. لو في سؤال وجهته لأي ست أو أي راجل، أنت أو أنت، خلينا في الستات أكتر، أنت لابسة ده ليه؟ على طول من غير ما تفكر هتقول علشان نفسي، لكن مش دي الحقيقة. 90% مننا بيلبسوا عشان الآخرين، بيمسكوا الشنطة دي عشان الناس اللي حوالينا، مش عشان الحاجة دي بتسعدنا، مش عشان أنا سعيد إني تعبت وقدرت أجيبها. وهو ده اللي خلانا نفقد طعم السعادة. كل حاجة إحنا أصحاب اليد فيها. ونرجع تاني لسؤالنا، ممكن الحياة تبقى من غير مراية؟ ممكن المراية تغيب عن حياتنا؟ طب هنشوف ملامحنا إزاي؟ دكتور أحمد عيسى استشاري الموارد البشرية هيشاركني الحوار ويرد على السؤال: هل ممكن المراية تغيب عن حياتنا ولا لا؟ أهلا بحضرتك يا فندم. يا أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبمتابعين البرنامج بتاع حضرتك. نقدر نعيش من غير مراية؟ صعب، موضوع صعب، بس خليني ارجع لاجابه السؤال بتاعك. يعني انت طرحت مع الاستاذ الدكتور سمير موضوع ومستمره فيه، يعني بس خلينا عشان نجاوب السؤال اتفضل نقول المرايه بتقدم ايه عشان نقدر نقرر اذا كنا نقدر نقعد من غيرها ولا لا، او نعيش من غيرها ولا لا.
تمام. المراية بتبقى انعكاس، انعكاس لصورة بتبين صورتي. بس للأسف المراية ما بتبينش حاجات معينة، في مثلا الأخلاق ما بتبينهاش، القيم اللي جوايا مش بتبينها المراية. الحاجات ديت والعلاقات ديت والأمور الأخلاقية والترابط الاجتماعي اللي بيبينها الناس، يعني المرء مرآة أخيه. فعلا الإنسان الصديق، الصدوق ده نعمة، اللي بيبين لي بجد بمنتهى المصداقية، مش في أي غرض أخلاقي. يعني أنا بشوف تصرفاتي، كان الصحابي يقول لك إني أرى أثر معصيتي في خلق دباتي وزوجاتي، تمام. فبيبان آثار العمل اللي بيعمله في حياته. في ناس بتتطوع كده، كان سيدنا عمر يقول ايه، خيركم من اهدى الي عيوبي، لان مفيش حد كامل، مفيش حد فينا معصوم، مفيش حد نبي في الزمن ده. فاللي بيدعي الكمال بس وبيدعي يا العشق، دكتور برضو في نقطة، ما هو إهداء العيوب دي ليها شروط، يعني في لو شروط، طريقة يعني اللباقة في اللي الكلام، بيحصل، اللي بيحصل دلوقتي إن الناس يتحولوا للمراية، وإن هم يبقوا العيون اللي بتعكس الصور، لازم يبقى ليهم مؤهلين، ولازم يبقوا عارفين الحكمة من التوجيه، وإن إزاي إحنا نحافظ على اللي قدامنا، إن ما نأثرش عليه نفسيا بتوجيهنا أو بنقدنا، وليها شروط يا فندم. تمام. النقد يكون بناء، وطريقة الإهداء اسمها إهداء، يعني مش نقد بالظبط لاذع، بالظبط. إهداء يعني تخلي الهدية بتبقى مغلفة، بتبقى لطيفة، بتبقى مناسبة للطرف اللي قدامي. خلينا نرجع للسؤال، لو احنا هنعيش من غير مراية، طب ايه يعني العلاقات الإنسانية والترابط الاجتماعي بشكل عامل ازاي؟ أكيد في معايير تانية غير المظهر بقى، هو ده بالظبط الكلام اللي ممكن نقوله. يعني بالظبط لو مفيش مرايات ومفيش اهتمام بالمظاهر عشان إرضاء الآخرين، يبقى في معايير تانية ممكن تزود الروابط الاجتماعية على فكرة في الوقت ده. أنا بشكر معاني حضرتك وبشكر مداخلتك في ساعة مع نيبال. زي ما قلنا إن في لما بنقف قدام المراية بيبقى في ظاهر وفي باطن، الاتنين مش كل الناس بيقدروا يجمعوا بينهم، بيبقى في حاجة ممكن تغلب على حاجة، والأكتر بيبقى الظاهر اللي هو المظهر هو اللي غالب على الباطن، والباطن بيبقى مهمش. لكن في ناس بتقدر تنجح إنها تجمع بين الاتنين، ودول اللي قلنا بيبقوا عندهم شخصية سوية. لأن فكرة إن أنا أشوف الظاهر بس، معنى كده إن أنا ههتم بالحاجة الخارجية اللي بترضي عيون الناس اللي حواليا، لكن لما أقدر إني أنا أشوف الباطن ومن خلاله أبني الظاهر، أنا هنا هقدر أحدد الملامح بتاعتي، هقدر أحدد هيئتي وشخصيتي والطريق اللي أنا عايزة أمشي فيه. المراية لو اعتبرنا إنها حاجة افتراضية، غيابها فهي بالفعل غابت من حياتنا، غابت لما ما بقتش موجودة جوانا، لما بقناش نشوف نفسنا بالشكل الصحيح اللي المفروض نشوف نفسنا بيه. بنقول على الشباب أو الجيل أو جيل دلوقتي إنه مختلف وإنه غريب وإنه كذا، كل الحكاية إن هم حافظوا على المراية بتاعتهم، مش هقول كلهم لكن أغلبيتهم، بيفكروا بطريقتهم مش بطريقة الناس اللي حواليهم، بيلبسهم بطريقتهم اللي يبسطهم اللي يسعدهم مش اللي يسعد الناس اللي حواليهم، بيختاروا الطريق بتاعهم وتعليمهم بشخصيتهم، وعشان كده احنا بنقول عليهم مشاكسين، وعشان كده احنا مش هم مش عاجبيننا، لانهم معاشوش نفس حياتنا ان احنا طول عمرنا عايشين نرضي ونشوف صورنا في عيون الناس المحيطين بينا، لأن هم مرايتنا.
بنبذل مجهود كبير جدا، وفي الآخر بنلاقي نفسنا برضو ما وصلناش لحاجة. أنا معايا الأستاذ الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم، أهلا بيك. إيه رأي حضرتك في موضوع الحلقة النهاردة وغياب المراية عن حياتنا؟ ده موضوع مهم جدا، لأنه الإنسان لما بيكونش قدر يكتشف جزء من نفسه بيتوه، وبيبقى ما عندوش استعداد على الإطلاق ان هو حتى يطور او يجدد، وطالما ان هو ما يعرفش التفاصيل الحقيقية فيها. عايز اقولك انه المراية الحقيقية في حياة البني آدم هي مش من خارجه، هي من داخله. بالظبط. والإنسان من جواه بيقدر يكتشف مواطن القوة والضعف. انما عايز اقولك ان زمان احنا قرينا قصة إحسان عبد القدوس المراية، لو تفتكري حضرتك كانت بطلة الفيلم لما اتعمل السينما كانت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي. تمام. لما كانت بتطلع قدام المراية وبتسيب شعرها الطويل، وكانت دايما امها تقول لها انت اجمل بنت في العالم، انت ما فيش حد يستهلك في الدنيا دي، علشان كده فضلت عايشة لوحدها للابد لغاية ما امها اتوفت وما اتجوزتش بعد كده. لكن اكتشفت ان الحياة لازم تبدأ من الداخل مش من الخارج. المراية ممكن تكون عكسة بس خدعة، فما بتديكيش الأبعاد الحقيقية لنفسية البني آدم. أنت قلت مقدمة جميلة جدا، بيأكلوا زي ما هم عايزين، مش لازم اللي حواليهم يكونوا بيحبوا ده، بيلبسوا اللي هم بيحبوه، مش لازم اللي حواليهم يكونوا بيحبوه. عندك حق، بس في جزء من استقلالية الجيل ده إنه ما بقاش بيبحث عن رضاء من حوله، وبقى كتير قوي بيواجه في قضايا كلها هامشية ما هياش عميقة. غياب المراية الداخلية بقى هي السبب، بقت بدلها السوشيال ميديا، بقت بدلها اللايكات اللي بيعملوها الشباب لبعض على اي جملة حتى لو كانت جملة سطحية. فبتعتقد ان انت وصلتي الى اعلى درجات الحكمة. المراية الحقيقية في حياتنا هي ست، مش اننا نكذب على نفسنا كل لحظة. ازاي يا فندم نوصل للدرجه دي؟ يعني لو انا دلوقتي بقول ان في انا قلت من شويه ان احنا لما بنقف قدام المرايه بيبقى في ظاهر وباطن، مش كلنا بنقدر نفعل الاثنين، يعني في حاجه يعني بتسود على حاجه تانية وتخلي الحاجه التانية دي هامشيه، وهو الاغلب الذات هي اللي بتبقى حاجة هامشية، وبنهتم جدا بالمظاهر. الناس اللي بتقف قدام المراية ومش شايفة حاجة تانية إلا شكل الخارجي، دول بيتحطوا تحت إطار المرض إن هم مرضى نفسيين. هي مسألة السطحية في حياة الناس. البني آدم السطحي اللي ما عندوش عمق في داخله دايما بينظر الى الشكل الخارجي على انه هو ده الايه محور الاهتمام. تمام. وبيركز عليه وبيديله كل اللي عنده من ساعات اليوم ومن الجهد ومن الفلوس، وعايز اقول لك كمان انه ما عندوش قابليه لاي انتقاد لاي سلوك يعمله خاطئ، وانه بيعتبر الانتقاد ده بينقص من كرامته ومن شخصيته، فاصبح التعديل في صعوبه. عشان كده لازم البني آدم دائما يعلم أنه مش كامل والكمال لله وحده، فلازم من داخله يبقى متأكد أن المجتمع يشير إلى إيه؟ إلى الأجزاء اللي ناقصة عنده. لما نعمل كده بقى ما عملهاش على أنه شكل من أشكال الانتقاد المباشر، إنما أنا أقولها له أنت هتبقى أجمل لو عملت كذا، أنت دلوقتي جميل بس هتبقى أجمل لو بقيت كذا. المجتمع ساعات ما بيبقاش عنده الأسلوب الصحيح اللي يوجهه للجيل ده. هي دي الحقيقة دكتور طارق، إن إحنا محتاجين إن يحصل لنا تأهيل في فكرنا وثقافتنا عشان نعرف نتعامل مع الأجيال، ونعرف نشيل الجاب العالية اللي موجودة بيننا وبينهم. بشكر حضرتك وبشكر مداخلتك في ساعة معني بالي. كل شكر ليك يا فندم.
فكرة المراية وغيابها عن حياتنا زي ما قلت إنها مش شيء سهل. يعني لما قعدت أقرأ عن الموضوع شوية لقيت إن زمان 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 قوي 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 كان ممكن يعملوا تعذيب بالمرايات. يعني المراية ممكن يبقى ليها أثر سلبي وأثر إيجابي، لكن لو زادت عن حدها شوية ممكن تبقى عذاب. وهم فعلا كانوا بيعملوا كده زمان قوي قوي قوي، ان هم يدخلوا انسان جوه اوضه كلها مرايات ويسيبوه بالساعات والايام لغايه ما يحصل له حاله من الجنون، وده كان نوع من انواع العذاب. يعني معنى كده كلامي ان اي حاجه بتزيد عن الحد الطبيعي ممكن تكون مضره للانسان. المرايه زي ما قلنا لازم تكون من جوانا، لازم نشوف نفسنا بالشكل السليم، لازم نحب الحاجة اللي احنا بنحبها واللي احنا عايزين نعملها. المراية احنا كسرناها مع نفسنا. الصراعات اللي حصلت بين الرجالة والستات اللي الأزواج يعني حصلت بسبب ان هم كسروا المراية اللي بينهم، فبقى كل واحد مش شايف التاني، كل واحد عايز التقدير وعايز الاحترام وعايز يحس ان هو بيقدم اللي مش ممكن اي حد تاني يقدمه، واعتمدوا اعتماد كامل على المراية، مراية العيون اللي موجودة حواليهم. عشان كده الحياة باظت. قيس على كده كل حاجة في حياتنا. لازم المراية تبقى موجودة، لكن في نفس الوقت تبقى موجودة جوه نفسنا وجوه ذاتنا. احنا اللي نحدد حياتنا، احنا اللي نحدد طريقنا، احنا اللي نحدد فكرنا، نعمل الحاجة لأننا بنحبها. لما نقف قدام المراية نشوف ملامحنا الحقيقية، نشوف الملامح المستخبية، الابتسامة اللي محدش بيشوفها إلا أنا. نكلم نفسنا. مش وصلوا دلوقتي في علم الطاقة إن المراية بتخزن الأحداث، إن المراية بتدينا الطاقة. أنا عايزة أقول إن المراية مش هي اللي بتدينا الطاقة، إحنا اللي بنديها الطاقة لما بنبقى شايفين نفسنا كويس، لما بنقدر نوصل للاتزان وتحقيق الذات. كل الأمراض اللي انتشرت في الفترة الأخيرة، اكتئاب، انتحار، وعملية الانتحار اللي زادت في الفترة الأخيرة، كلها مبنية على عدم اتزان نفسي، وإن الناس تايهة ومش لاقية نفسها. حتى السعادة مش لاقياها. ما هتلاقيها إزاي يا جماعة؟ لازم تبقوا فاهمين إن المراية جوانا مش في عيون الناس اللي حوالينا. كلهم ليهم أغراض، كلهم ليهم مصالح، كل واحد عايزك تعمل اللي يرضيه واللي يفيده، لكن انت لازم تخلق المراية جواك، تعمل اللي يرضيك، اللي يسعدك، اللي يبسطك. الجاب العالية اللي ظهرت بيننا وبين ولادنا لأننا ما شفناش الطريق اللي هم شافوه، ما فهمناش ان احنا بنعيش مرة واحدة. لازم نكمل الحياة، لازم نبسط نفسنا، نلبس اللي احنا عايزينه، نفكر بطريقتنا، نحب الحياة بأسلوبنا. في ساعات حاجات ممكن تحصل غريبة جداً. جربتوا مرة تبقوا ماشيين أو نازلين من البيت ومتشيكين ولابسين وكل حاجة زي الفل، وقفنا قدام المراية وشفنا نفسنا قمر 14، نزلنا الشارع بالصدفة قابلنا حد من أصحابنا، إيه ده؟ مالك النهاردة؟ أنت شكلك متغير ليه؟ ده أنت وشك أصفر. يبدأ الشخص يتخض على نفسه،
وبدل ما الطبيعي انه يجري على المراية عشان فعلا يتحقق من اللي هو من اللي صديقه قاله له، يلاقي فجأة في مراية افتراضية ظهرت قدامه وعملت له عدم اتزان وعدم ثقة بنفسه. ما تقولوليش ان ده ما بيحصلش مع كتير مننا، ده غير حاجات تانية كتير. لازم نفكر تاني في موضوع المراية، بس علشان لما نقف قدامها نشوف ملامحنا الحقيقية قبل المظهر الخارجي. لسه مكملين في ساعة مع نبال، وإيه اللي ممكن يحصل لو غابت المراية. فكرة إن المراية يبقى الناس اللي حواليا عمرهم أبدا ما هيقدروا يوصفوني زي ما أقدر أنا أشوف نفسي. يا ترى هنقدر بالفعل يبقى جوانا المراية دي؟ يا ترى هنقدر نحييها تاني من أول وجديد؟ في حاجات كتير وحوارات كتير لما برضو عرضت الفكرة قبل كده على فكرة غياب المراية عن حياتنا، فكان في حوار بين سين وصاد. سين بتقول إن أنا كان عندي يوم مرهق تعبانة فيه، عملت مجهود جامد جدا جدا، مش يوم واحد ده أيام، نتيجة العمل اللي أنا فيه واللي أنا بقوم بيه. وفجأة حصل تليفون بينها وبين زميلة، وهي بتتكلم في التليفون شافت نفسها في المراية، حست إن ملامحها اختلفت، بقت أكتر نضج، ملامحها بقت مختلفة، كبرت عن الأول وسرحت. اللي معاها على التليفون حس بالموضوع، قال لها أنت سرحتي في إيه؟ فردت عليه وقالت له إني أنا ببص في المراية فشفت الملامح بالشكل الفلاني وحكيت له الموضوع وإحساسها. فرد عليها قال لها إن إحنا لما بنقف قدام المراية بيبقى فيه ظاهر وباطن، وإن في حاجة من الاتنين بيغلبوا على بعض، وأعتقد إن في حاجة منهم بتبقى هامش. قالت له يعني إيه؟ يعني المراية مش حاجة واقعية؟ قال لها المراية بتوريك الظل، وده بيخليه زي ما قلت حاجة مش واقعية، يعني المراية خدعة. وده كان رأيي من الآراء. بقيت محتارة، يا ترى فعلا المراية خدعة ولا المراية شيء حقيقي ولازم يبقى موجود جوانا؟ عن تجربتي أنا الشخصية ورأيي إن في حاجات في حياتنا شفتها من ناس محيطين بيا كانت كلها مظاهر، يعني حسيت إن الأفراد بيعملوا الحاجات دي مش عشان نفسهم، زي مثلا إن هم يروحوا مكان بعيد جدا 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 عن بيتهم لمجرد إن المكان ده مشهور أو معروف أو بيقعد فيه الفنانين. فلما مرة سألتهم إيه اللي يخليكم تروحوا مكان بعيد كده، قالوا أصل ده إزاي، ده مكان معروف جدا. في الوقت ده حسيت بحاجة غريبة، يعني المشوار الطويل اللي هم قطعوه مش عشان يبقوا مبسوطين، ده عشان يبقوا في مكان مشهور. استغربت جدا الحوار ده، غير حاجات كتير بشوفها حواليا في المجتمع اللي أنا عايشة فيه. إن نلبس لنفسنا ونقرأ لنفسنا ونبص بعنينا إحنا ونمشي في طريقنا إحنا، محتاجين يبقى في مراية بجد. أنا دلوقتي بعرض عليكم الأسئلة وأتمنى إن أنتوا تشاركوني الحوار. ممكن يبقى فيه مراية ولا صعب إنها ما تكونش موجودة في حياتنا؟ يا ترى لو غابت المراية
عن حياتنا هتكون ازاي؟ يا ترى انتوا مع مين؟ مع وجود المراية ولا ان المراية خدعة؟ محتاجين نفكر، ومحتاجين نشوف نفسنا ونحقق الاتزان ونعيش حياتنا، نعيش حياتنا بالطريقة اللي تسعدنا، بالمراية اللي موجودة في عيوننا، بالمراية اللي احنا عايزين نشوف فيه طريقنا عشان نقدر نكمل، عشان نبقى فيه سعادة، عشان ما نحسش ان احنا تايهين ولا ضايعين ولا مش لاقيين نفسنا. الحياة حلوة، الحياة حلوة ومحتاجة مننا شوية مجهود وشوية نور نشوف نفسنا منه بجد. لسه الفرصة قدامنا، وسؤالي ليكم: لو غابت المراية عن حياتنا، الحياة هتكون ازاي؟ تصبحوا على خير.